ازيكم يا بنات يا حلوين. النهاردة هقول لكم على روتين معالجة الحبوب. لما بيكون عندي حبوب في بشرتي بستعمل ايه وكده. اول خطوة هتكلم عنها هي خطوة الغسول، ودي يعني اول خطوة عموما في علاج الحبوب. الغسول، انا هقترح غسولين. الغسول ده وانا عملت عنه ريفيو قبل كده. الغسول ده سعره 100 جنيه، حلو جدا يا بنات. بنشوف الحبوب، حلو حلو جدا للبشرة الدهنية. وعندك الغسول ده من اكرين، حلو قوي. الاتنين دول بصراحة ممتازين. انا ده بصراحة حبيته اكتر، يعني انصح بيه اكتر من ده كمان. بحس انه فعلا بصراحة بينشف الحبوب، حلو. ده كمان ارخص، ده ب50، ده ب100. فدي اول خطوة، خطوة الغسول. هتستعملي غسول مرتين في اليوم. بعد كده حاجة بقى مهمة جدا هي تقشير الحبوب. تقشير الحبوب يا بنات ما بيكونش بمقشر عادي خالص، يعني ما ينفعش اجيب مقشر عادي واستعمله على الحبوب عشان اقشرها ويساعد ان هي كده تتقشر وكده. انا كده بعمل التهاب وبنقل الحبوب في مكان كتير. التقشير بيكون بكريم تقشير زي اكراتين قصدي. اكراتين ده من احسن الحاجات اللي بتشيل الحبوب اللي جربتها في حياتي. في منه اللي هو النص اللي هو 5، وفي بيبقى 25، 25 تركيزه اقل. ده تركيزه اعلى. عايزه اقول لكم انا عملت عنه ريفيو مفصل بالكامل لوحده، يعني عنه هتلاقوه عندي في العناية بالبشرة. الكريم ده سعره 10 جنيه تقريبا، ممكن يكون بقى ب15 ولا حاجة. هو موجود في الخليج الكريم ده عموما، معرفش موجود في كل الدول العربية ولا لا بصراحة، بس هو موجود اكيد في الخليج لان شفت بنات كتير قوي بيتكلموا عنه. دول هم شركة، يعني الاتنين دول من شركة مصرية، فانا ما اقدرش اعرف اذا كان موجودين ولا لا. بس عموما قصة الغسول ما بتبقاش مشكلة قوي. المقشر ده هنستعمله ازاي؟ اول مرة هنحط نص ساعة على بشرتنا، يعني اماكن فيها حبوب، وبعد كده نغسله. تاني مرة هنسيبه ساعة وبعد كده نغسله. بعد كده هنفوت يومين ونحطه على اماكن الحبوب او لو حتى على الوش كله، ونصحى تاني يوم طبعا نغسل بشرتنا عادي. عايزة بقى اقول حاجة، انا ممكن استعمل ده كل يوم بس لو هستعمله على الحبوب بس. اوكي تمام. لو هستعمله على الحبوب بس، خلي بالكم، بس احاول طبعا ما تعرضش للشمس خالص. دي اول نقطة. تاني حاجة، ما ينفعش ارطب بشرتي طالما فيها حبوب. يعني لو هستعمل ايا كان ايه، الحبوب ما ينفعش يجي عليها ترطيب. لو جبتي عليها كريم مرطب هتفضل موجودة وممكن تزيد، لازم الحبوب يفضل مكانها ناشف. حاولي كمان انك تتجنبي انك يكون عليها ميك اب عشان ما تساعديش ان المشكلة تزيد. بلاش صن بلوك، اوكي، لان صن بلوك بيزود الحبوب. بلاش صن بلوك وانتي بتعالج الحبوب قصدي، لان الصن بلوك عموما مهم لانه بيحميكي من اشعة الشمس اللي بتسبب التجاعيد والحاجات دي كلها. لكن في روتين معالجة الحبوب بيبقى مشكلة لانه بيزود شوية الحبوب. تمام. هكلم بقى عن اخر حاجة. ده حاجة سعرها رخيص، اقل برضو من 20 جنيه، محلول كده بتاع الحبوب، وانا اتكلمت عنه قبل كده. وهتلاقوا يعني الحاجات بتاعت الحبوب، المحلولات بتاعت الحبوب دي كتير قوي. ده انا حبيته بصراحة قوي وجاب معايا النتيجة. بحطه بالقطن بتاع الودن كده واحطه على اماكن الحبوب. شوفوا الريفيو برضو بتاعه عشان تعرفوا، يعني انا عشان انا قلت تقريبا تحذيرات او حاجة في استخداماته اللي قريتها يعني من الروشتة وكده. فبس ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم واتمنى تكونوا استفدتم.